كان هناك الآن حركية على مستوى إنجاز الهياكل الفندقية، وهذا المشاريع الآن دولة تشجع هذا الاستثمار بقوة، وهناك مناطق توسع سياحي كثير. نحن بصدد الآن أن نضبط ما يسمى مخططاتها التهيئية من أجل تشجيع المستثمرين، ونلقى قريب مع أرباب العمل من أجل وضع خطة لكيفية استثمار في هذه المناطق التوسع السياحي.